السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض على برنامج الفوتوشوب. بنيجي ننظر للأدوات المساعدة اللي نشتغل بيها، مثل هنا ممكن إن أنا أرسم عن طريق اللاين أو الأرك، أو إن أنا أرسم أشكال جاهزة. ممكن أقول له أنا عايز أرسم خط عادي، تمام. أول ما برسم بمحادثة اللون الأكس الأخضر، بلاقي إن الخط بتاعي خد اللون الأخضر، ريد جرين. اول ما الشكل بتاعي بيتعمل بلاقي ان هو عمله لي بلون رمادي، دليل ده سيرفيس واحد ان انا لو قلت له اعمل لي اكسترود لي هيتعمل لي كله مره واحده بالشكل دوت. ممكن اجي هنا اقول له مثلا عايز ارسم شكل تاني. بص كده كده بقى خد بعض تاني، خد بعض اللي هو اللون الازرق، هي عامله زي الاكس واي وزد. ممكن اقول له انا عايز ارسم ارك بقى المره دي من هنا لهنا. اول ما الشكل بيكتمل بسيف كده بيبقى مظلل. اقول له انا عايز ارسم دلوقتي مستطيل مثلا بالشكل دوت. اجي اقول له انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا. بدوس على زرار اللي في النص عشان اقدر اتحكم فيه، واقول له ارسم الخط تاني برضه من هنا لهنا في الشكل دوت ودوت. واجي برضه على هنا اول ما الشكل بيكتمل بتلاقيه خلاص بياخد لون مظلل زي ما انت شايف. ودلوقتي ممكن لو انا عايز الشكل دوت اقسمه نصين، ابدا مثلا اجيب لاين هنا من هنا لهنا. خلاص ده كده بقى كل واحد في كل زيت. اقول له اكسترود لدوت زي ما انا عايز. ممكن يكون عايز الف في الشكل دوت، اقول له انا عايز روتيت واختار الوجه اللي انا عايزه، او ممكن اختار خط واحد. يعني ممكن اجي هنا اجي هنا اقول له انا عايز اعمل روتيت للشكل ده، واجي واروح احركه شويه كده لتحت. خلاص كده انا عملت روتيت للواجهه ديت، تمام. او ممكن اكون عايز اعمل خط، هدوس تراجع واختار الخط دوت مثلا وابدا احركه بالشكل دوت، تمام. ممكن اقول له انا عايز موف واختار واجهه من الواجهات، او اروح اعمل لها موف. ممكن يكون عايز اعمل لها سكيل، اول ما بدوس بيبدا يجيب لي المقابض اللي اقدر عن طريقها ان انا اتحكم فيها. اعمل سكيل زي ما انا عايز وموف زي ما انا عايز برضو. دي بعض الطرق اللي بتسهل عليا الشغل. ممكن اجي ارسم هنا مستطيل كده، وبعد كده اقول له انا عايز اوفست بالشكل دوت. معلش انا كنت اخر تحت كده، اقول له انا اوفست بالشكل ده وطلعت كده سنه صغيره، تمام. ده كده انا بعمل اوفست، ده كده بقى ده شكل وده شكل. بعد كده اقول له اكسترود للجزء دوت، ده كده بقى كأن انا عملت اوضه مره واحده. وهتلاقي على مدونة مواس البيم بلوجين جديده ظاهره اسمها سكتش اب بيم. دي بتبقى ترسم بقى حيطان وباب وشبابيك ودوار زي ما انت عايز، بتسهل علينا الشغل لو احنا عايزين نشتغل شغل معماري على برنامج السكتش اب.